خليك أهلا وسهلا فيك الفنان النجم اللبناني القادم إلى سيدني هشام خطوط. أهلا وسهلا فيك. عم نشوفوا نحن وين، نحن كتير مبسوطين بلقائك. أبدعت بملبون فادي حدارة نبيل العرجة وليد عبده، اليوم تأتينا إلى الكروز بسيدني. نعم. لما قررت المجيء إلى سيدني وأحياء مثل هيك اجتماع تجمع مع أبناء سيدني الجالية العربية؟ أول شيء بدي أقول مساء الخير للجميع. هذيك السنة جيت أنا على سيدني لهون والحمد لله في محبين لي كتير بسيدني بملبون، بس أنا قوتي يعني شو بدي أقول لك، القوة تبعيتي هني أهل منطقتي، أهل المنيا وعكار كلهم موجودين بسيدني. نحن عكار وحبيت والمنيا كمان. وهذيك السنة جيت، هذيك السنة جيت عملت بالهول عندكم هون، حبينا نغير الفكرة شوي، نطلع بنهار نعمل شيء على الكروز، العرب تنبسط، يلي معه ابنه يلي معه بنته بيجي لهون بيتسلوا على البحر بينبسطوا. بعدين بدي أقول كلمتين، يعني أستراليا جنة الله على الأرض، يلي ما أجى على أستراليا ما أجى على محل. والله معك حق. طيب شو بتقول لهالمتعهدين اللي عم يدفعوا ويتعبوا ويجيبوا هالعالم ليجيبوا الفنانين من برا؟ أول شيء أنا بدي أقول للتاجر برودكشن السيد نبيل عرجة ومدام توليسا يلي هني كل سنة بيحضوني، هدول اللي منهم مني الاحترام والتقدير. كمان بملبون في الأخ نادي حدارة وليد عبده وعلي، كمان أحبابي وأصحابي، يعني بدي أقول لهم بتشكركم أنكم عم تجيبوا هالجالية اللبنانية هون تسمع صوت على الشعب للعالم. أهلا وسهلا فيك، بتشكر حضورك كل ما أجل صغير لألك إن شاء الله اليوم تنبسطوا معنا إن شاء الله. الله يعطيك العافية. شكرا لك. نحن على كروز بسيدني بأجمل منطقة بالعالم.